أهلا بكم. في ساعة متأخرة يصل وزير الخارجية الأمريكي بهوذة وسترة واقية للرصاص إلى الأراضي العراقية، زيارة قلبت موازين القوى السياسية بعد انقسام المواقف بخصوصها. فريق يرى تحول العراق إلى مركز قرار عالمي، فيما يرى آخر استفزازا للفصائل والصدر وتحديا للعراقيين أجمع. السودان اكتفى بتجديد موقف العراق الرافض للعدوان على غزة، مع التجديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية. لكن أنتوني بلينكين استغل زيارته للعراق وأطلق تحذيرات لما أسماها بالميليشيات العراقية الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الأمريكية. وفي هذه الأثناء برز الصدر معترضا على وجود بلينكين في بغداد، داعيا أنصاره إلى التظاهر السلمي في ساحة التحرير تنديدا بزيارة بلينكين، فيما توعد أبو علي العسكري بمهاجمة المصالح الأمريكية بشكل غير سلمي، وهو ما يضع السوداني في حرج أمام المجتمع الدولي الذي قد ينتهي بالإطاحة بحكومته. وثابت في زيارة بلينكين أن اجتماعه بالسودان يأتي قبل ساعات من وصول الأخير إلى إيران، إذ سيعقد السوداني محادثات مع مسؤولين إيرانيين تتركز على بحث تطورات الحرب الإسرائيلية والتصعيد العسكري في العراق ضد الأهداف والمصالح الأمريكية.